يتدهور الوضع المعيشي في سوريا في كل عام، وهذا العام ليس استثناء عن سابقه، فهو كغيره من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط ضعف القوة الشرائية للسكان. وسكان مناطق شمال وشرق سوريا ليسوا بمعزل عما يحدث في كامل الأراضي السورية، فالأزمة الاقتصادية في البلاد تأثر بها معظم الأهالي إن لم نقل الكل. ووسط كل هذه الظروف والصعوبات يهل هلال رمضان ليزيد من الأعباء المفروضة على كاهل العائلات التي كانت عادة ما تستعد لقدوم شهر الصوم بتحضير شتى أصناف الطعام. نزلنا على السوق ما لقى شيء نقدر نشتري منه، أسعار لابة بالنار، المواد الغذائية، مواد الخضرة، اللحمة، يعني اليوم جيت عايز أشتري لحمة ما قدرت أشتري لحمة، يعني ولدي أطبخ لهم. من منبج إلى كوباني، مرورا بالرقة ووصولا إلى قامشلي، فعليا لا يختلف شيء، فالأسواق عامرة بكافة صنوف المواد الغذائية واللحوم، لكن ما يجعل الأهالي عاجزين هو ارتفاع أسعارها. غلاء المواد يظهر كنتيجة حتمية بسبب جشع بعض التجار وفرض الإتاوات الكبيرة من قبل قوات الحكومة السورية على البضائع أثناء مرورها عبر المعابر الواصلة مع مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا التي يناشدها السكان بمساعدتهم عبر تشديد الرقابة على المحال التجارية. بس الوضع المزري خالص، قرات الأسعار شيء مو طبيعي. يعني في ناس ما عندها إمكانية، منين بدها تجيب؟ مثل احنا عمال نطالع نحاتهم نطالع رمل، منين بدها تجيب؟ يعني خاصة البارحة اليوم الأسعار كلها تدبلت. جشع التجار، يعني بدنا شيء، بدنا عالم مسؤولة تتحاسب التجار الجشعين. ورغم كل هذا ما زال شهر رمضان يحتفظ بأجواء وطقوس جميلة تحمل معها نوعا من الأمل والقوة التي تجعل الأهالي في سوريا يقاومون الأزمات العديدة وظروف المعيشة الصعبة التي ألمت بهم خلال سنوات الصراع المريرة.